ندخل بقى على التليفون يعني مشجعه اهلاويه كبيره جدا وكانت معانا ضيفه وفنانه جميله، فنانه ندى بسيوني. يا صباح النصر عليكي. صباح الفل وصباح الفرحه للاهلي بيهلنا دايما. صباح الخير كريم، صباح الفل كابتن مصر احمد. صباح الفل يا مدام ندى، صباح الفل، اهلا بيك. احنا معانا صباح الاهلي، صباح الاهلي وانتصارات الاهلي، مشجع اهلاويه. صباح الاهلي حلو، صباح الاهلي دايما حلو. من اكبر مشجعي الاهلي بالذات على تويتر استاذه ندى بسيوني، ده انا متابعاها يعني. لا انا بشجعها في كل حته مش على تويتر. ايوه لا بس عامله اداء رائع على التويتر ويمكن برضو فولورز كتير، وانا متابعه على فكره التويتس وعايزه اعرف بقى اخبار الماتش امبارح تابعتيه ازاي والاجواء كنت مع حد كان بتتفرجي ولا لا؟ اه طبعا بتفرج. يعني بصي الماتشات الجامده دي لازم الواحد ينزل في وسط الناس يعني، بالرغم ان كان في كافيهات كتير مقفوله، بس نزلت اتفرجت في كافيه وكان في ناس كتير واغلبهم بالحقيقه كانوا اهلاويه وكانت الفرحه جامده جدا. وبصراحه برضو احنا يعني قلقنا كتير في الماتش عشان وصلنا للفينالتيات، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا دايما. صحيح. جميل. طيب وباذن الرحمن ان شاء الله رؤيتك ايه للي جاي؟ واحنا عارفين ان انت من اكثر الشخصيات تفاؤلا فيما يتعلق بالنادي الاهلي، بغض النظر عن بقى المعطيات، يعني انت مالكيش علاقه، انت الاهلي هيفوز ان شاء الله بكل الاحوال. لا 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 ان شاء الله طبعا، احنا السنه دي بتاعتنا الحمد لله. يعني بص هي كده التوفيق من عند ربنا، والسنه دي بتاعت الاهلي خلاص، يعني الاهلي ابتدى المسيره ولن يتراجع باذن الرحمن، يبقى السنه دي والسنين اللي جايه كلها كمان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دايما. واللي سابقها برضه هو احنا دايما كده يعني. لا ده احنا السابقه دي ده بنتكلم عنها، ده احنا عاملين لها فقره لوحدها نوستالجيا، نسترجع انا ونهاوند دايما امجاد اهلاويه سابقه في ازمنه يعني سابقه، وكالعاده من قديم الازل الحقيقه النادي الاهلي بيفرح جماهيره عبر كل الازمنه. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتينا وبنجدد التهنئه. الف مبروك وبالنجاح والتوفيق والنصر والبطولات يا رب. دائما وابدا ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا.